تمثلت هذه الجهود بعمليات المسح والإزالة والتوعية بالمخاطر وغيرها من النشاطات. بالنسبة لنشاطات التوعية، بذلت دائرة الأمم المتحدة جهود في السابق ولحد الآن من أجل إيصال رسائل توعوية لأكبر عدد ممكن من السكان المتأثرين. طبعاً حالياً عندنا مشروعين قيد الإنجاز في النينوى والأنبار. هذه المشروعين هي إنشاء متنزه أو مكان خاص للعب، سواء كان للأطفال والشباب وأحياناً ممكن يكون للكبار. طبعاً قبل ما يتم إنشاء هذه المتنزهات أو الملاعب للأطفال، راح يتم التأكد من عدم وجود مخاطر متفجرة في هذا المكان، بعد راح يتم إنشاء هذا الملعب. من ضمن المشاريع الحالية اللي دنديرها هو مشروع بناء قدرات المنظمات المحلية من قبل منظمات دولية. طبعاً خلال هذا المشروع يتم تدريب كوادر المنظمات المحلية من قبل المنظمة الدولية من أجل تنفيذ أكثر استراتيجية.